السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا طلاب الخامس الأبطال؟ كيف أموركم؟ طمنوني عنكم إن شاء الله بأفضل صحة وأفضل حال، بالتزمين بالكمامة وبالتباعد وكافة الإجراءات الصحية المناسبة، وتدعون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء والابتلاء يا رب العالمين. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الدرس السابق عن التجارة والذي سبقه بالصناعة والذي سبقه بالزراعة، وهي موارد اقتصادية في المملكة. سنتحدث عن المورد الرابع وهو السياحة، ولكن قبل الانتقال للسياحة كان في عنا واجب ولازم نحله سوا، واللي حل الواجب واخذ علامة يا ريت يتأكد هل حله مطابق لحلي، لأن حكيتها 100 مرة أنه أحيانا بتاخذ العلامة كاملة مضر يكون كل حلك صح، بس أنا بهمني أنك حاولت ودورت على الإجابة الصحيحة، يكفيني أو زي ما يحكوا يكفيك شرف المحاولة. الواجب كان السؤال الثاني، يعدد أنواع التجارة. عندنا التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والآن سوف ننتقل إلى المورد الرابع والدرس الرابع السياحة. سوف نبدأ كما تعودنا أن نبدأ دائما، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وهدينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السياحة أعزائي الطلاب، يعني كلنا بنعرف نسمع سياحة أنه شخص يسافر برا، يروح على منطقة عشان أنه زي ما بنحكي إحنا يطش يغير جو، فيه إشي عندنا لا إشي بروح عشان العلاج، إشي بروح عشان يرتاح من شغله ويرتاح من الأمور. في ناس تحب تروح سياحة عشان تستمتع بالطبيعة، بس السياحة هي ليست مقصورة على الإشي الخارجي، لا ممكن يكون إشي جوا الدولة. أنا هي طول تعرف السياحة إنه هون هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر داخل البلد الواحد أو خارجه، قصد الراحة والاستجمام أو العلاج أو الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة. طبعا للسياحة، لدرجة أهمية السياحة في عندنا وزارة السياحة في الأردن، وأغلب الدول فيها لديها كثير ويهتم موضوع السياحة، لأن السياحة أنت بتجيب ناس مثلا غير أنك بتنشط النشاط الداخلي عندك الدولة من داخل الأفراد المجتمع، ممكن أيضا لما تكون سياحتك ناجح يجيك ناس من برا أو من البلدان المجاورة، والإشي كثير بيساعدك وبفيدك من عدة نواحي، أنه بيعرف هاي الأمم بالحضارة والثقافات تبعتك، تمام؟ بيدعم الاقتصاد المحلي اللي أنت في بلدك، تمام؟ بدعم الاقتصاد المحلي، لأنه السياح مثلا لما يجوا من أي منطقة مثلا للعقبة، من أي منطقة بالأردن للعقبة أو من برا الأردن للبحر الميت، بدهم يشتروا أغراض، بدهم خدمات، بدهم منتجات، فبنشط الاقتصاد. هذا الشيء بيخلي ناس تروح تفتح مشاريع بهاي المناطق السياحية، فبتوفر أيضا فرص عمل. وأيضا ممكن هذول السياح لما يجوا على الأردن وشافوا وضعها منيح بجوز يجي يستثمر في الأردن ويشغل أبناء الأردن. طبعا السياحة أيضا بتعمل زي تبادل ثقافات، لما أنا أردني أطلع مثلا على تايلاند سياحة، أنا بنقل ثقافتي لأهل تايلاند وبتعلم منهم، هم بيشوفوا أخلاقي وأنا بشوف تعاملهم كل زي هيك، تمام. للسياحة أنه تمتع بقوانات عندنا بالأردن موجودة، هاي القوات اللي هي جغرافية وطبيعية. إحنا جغرافيتنا بالأردن هي جغرافية يعني متنوعة، عندنا جبال وعندنا البحر الميت أخفض منطقة وعندنا المناطق الخضراء وعندنا الصحراء، تمام. هاي المقومات هي اللي بتجعل البلد صالح للسياحة، يعني أيضا من المقومات هي الأمن والاستقرار الحمد لله الموجود عندنا في البلد. فالأردن فيه مشاتي، مصايف، ينابيع طبيعية، غابات صحارى، وأماكن أثرية متعددة. زي ما شفنا قبل فترة في الوسط البلد كانوا بيعملوا تأسيسات للأرض، طلع لنا أثر عادي، حمامات رومانية قديمة. فالبلد موجود فيه عنا كثير هذا الإشي. وهناك أنواع عديدة للسياحة، سياحة دينية. سياحة دينية يعني أنت تزور أماكن من أماكن دينية، يعني لما تزور مثلا مكة والمدينة تروح تعمل عمرة، هاي تسمى سياحة دينية، تمام. لما تروح تزور والله مثلا مقامات الصحابة، وعندك أيضا صلة علاجية، وهي إشي كثير عندنا بالأردن مميز لو يتم استغلاله بشكل صحيح، خاصة بسبب وجود البحر الميت وحمامات مائية. يعني هاي السياحة العلاجية أن الناس تجعل هاي المناطق من باب العلاج، توفر ينابيع ساخنة، مياه مالحة، مياه معدنية. وفي أيضا سياحة ترفيهية، هذول بدهم يشموا هوا يعني احيانا بروح اماكن بس هو الهدف منها بس نروح نشم هذا هواء نظيف، مناظر لطيفه، وهي الاشياء.
وفي عندك سياحة بيئية. سياحة بيئية هي تروح على المناطق مثلا اللي فيها محميات، اللي فيها أنواع نباتات مختلفة، اللي فيها أنواع حيوانات مختلفة، يعني في ناس تحب هذا الإشي فهي بتروح عليه. درسنا خفيف لطيف، والآن راح ننتقل لأسئلة الدرس. طبعا عرف ما يلي السياحة العلاجية. هي زيارة المنتجعات الصحية والأماكن التي توفر فيها المياه المعدنية لغرض الاستشفاء. أما السياحة البيئية هي زيارة المحميات النباتية والحيوانية للاستمتاع بمناظرها الطبيعية أو عمل دراسات بيئية بشأنها. طبعا بالنسبة للسياحة البيئية زي ما حكينا هي زيارة المحميات النباتية والحيوانية للاستمتاع بمناظرها الطبيعية أو عمل دراسات بيئية بشأنها. طبعا السؤال الثاني، اذكر مقومات السياحة: توافر المشاتي والمصايف والينابيع الطبيعية والغابات والصحارى والأماكن الأثرية المتعددة. وين وصلنا؟ السؤال الثالث، ما الهدف من زيارة الأماكن الدينية؟ القيام بشعائر دينية كما في الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين، أو زيارة المغطس بالنسبة للمسيحيين، وربط الفرد بموروثه الديني والحضاري والتاريخي كزيارة أضرحة شهداء موتى. أما السؤال الرابع، وضح أهمية السياحة. هذا راح يكون واجب إن شاء الله. السؤال خمسة، كيف يمكن الإسهام في تنشيط حركة السياحة في المملكة؟ عن طريق ترويج بلدي سياحيا لأصدقائي من خارج الأردن، والمحافظة على المناطق السياحية من التلوث والعبث. يعني لازم أحافظ، أول شيء أحافظ على المناطق السياحية تكون جميلة ولطيفة، أي حدا يجي عليها ما يشكي من الوسخ اللي فيها. أما السؤال السادس، أعطي مثال على كل مما يأتي: السياحة الدينية، زيارة أضرحة شهداء مؤتة. أما السياحة الترفيهية، زيارة غابة دبين. أما السياحة البيئية، زيارة محمية ضانة. هيك بتكون انتهت الوحدة كلها. رح نبدأ بوحدة جديدة إن شاء الله المرة القادمة. كان معكم سادكم المحب مهدي عباد، ولنا لقاء آخر، والسلام عليكم.